اذا متابعينا الكرام دائما استمرار حفل حفل الجراندي طوطو متابعينا هنا بقاعة رياضية هنا بمحمد الخامس متابعينا الكرام تحت استنفار امني كبير انتشار امني كبير ديال العناصر ديال الامن وديال القوات المساعده كذلك لحظات قليله وغادي يكون خروج واحد العدد كبير ولا جمهور كبير ديال الناس اللي كانوا داخل الحفل ديال الجراندي طوطو متابعينا الكرام يعني استنفار امني كبير هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس متابعينا الكرام كذلك كانوا العديد من الاعتقالات متابعينا الكرام خلال هذا الحفل اللي كان اليوم بمدينة الدار البيضاء متابعينا الكرام وكان بحضور يعني كبير ديال عناصر الامن وكذلك القوات المساعده دائما ما كنبغيو نشكروا هاد الناس على العمل الكبير والجبار اللي كيقوموا به اكيد دائما ما كتكون ترتيبات امنيه كبيره وما كتكون الامور مضبوطه كيف ما يعني كنقولوا الامور مضبوطه اليوم حتى في الحفل ديال طوطو اللي حضر ليه يعني اكثر من 5000 شخص 5000 شاب وشابة اللي جاوا اليوم إيه حفل الجراندي طوطو متابعينا الكرام وسط مدينة الدار البيضاء يعني في هذه اللحظات استمرار الحفل إلى حدود هذه اللحظات متابعينا الكرام نشكر كذلك الزميل بوكيرا اللي دار واحد العمل كبير هنا تغطية كبيرة تبارك الله عليك سي بوكيرا شكرك الله يحفظك اذا متابعينا الكرام دائما من وسط مدينة الدار البيضاء من المعارف بالضبط والقاعة المغطاة بمركب محمد الخامس متابعينا الكرام استنفار أمني كبير لحظات قبل الخروج ولا قبل نهاية الحفل واللي في دقائقه الأخيرة انتشار امني كبير هنا متابعينا الكرام بالقاعة الرياضية محمد الخامس شباب وشابات جو هنا من اجل احياء حفل الفنان المدعوب طوطو في هذه اللحظات ترتيبات أمنية كبيرة متابعينا الكرام كما قلنا لحظات وغادي يكون نهاية الحفل لحظات ورجعوا لكم متابعينا الكرام تبارك الله عليكم إلى اللقاء